بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم وبيتكم الكبير قناة النادي الأهلي، في سهرة كروية رمضانية ووجبة دسمة ممتعة إن شاء الله للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري العام الممتاز. قمة من قمم الكرة المصرية، قمة الكبار، إحدى أقوى دربيات العالم، نمرة 10 على العالم، المباراة الأكثر مشاهدة في الوطن العربي والشرق الأوسط، بالتأكيد هي قمة كروية. مهما كان وقتها، تيجي في أول الموسم، في وسط الموسم، في آخر الموسم، بطولة خاصة، بطولة خاصة للجماهير، مباراة قمة فعلا وعيد للكرة المصرية. نتمنى إن شاء الله أنه يشرف الكرة المصرية سواء على المستوى الفني أو مستوى السلوكيات والأخلاق. وكمان في حاجة جديدة النهاردة أو مش جديدة، حصلت قبل كده بس بتحصل قليل، تحكيم مصري لمباراة الفرقتين اليوم. نتمنى إن شاء الله التوفيق للحكام النهاردة، ويمكن الكابتن محمود البنا من أحسن الحكام المصريين المتواجدين في الفترة الحالية، إن شاء الله نتمنى له التوفيق وبإذن الله يعمل أداء مميز مميز، وإن شاء الله الفرقتين يعملوا لنا مباراة جيدة بغض النظر عن النتيجة، إن شاء الله يمتعونا بيها ويمتعوا كل العالم العربي وكل المنتمين للأهلي والزمالك. طبعا ماتشات الفرقتين ملهاش مقاييس، ما بتخضعش أبدا لأي حسابات، وحضراتكم عارفين أكتر مني، مفيش توقعات. يعني ممكن تشوف فريق غايب منه مثلا مجموعة من اللعيبة والفريق التاني مكتمل، تلاقي الفريق اللي هو غايب منه ناس كتير هو اللي بيكسب. تشوف فرقة في الملعب هي اللي مهيمنة وهي اللي مسيطرة وهي اللي مستحوذة وهي اللي بتوصل للجول وبتضيع فرص، والفرقة التانية هي اللي بتكسب. ده بنشوفه على طول في ماتشات الأهلي والزمالك. وأنا مش هفكر حضراتكم، أنتوا فاكرين أكتر مني، يمكن من أيام كباتن الكبار ريعو والسايس وعلوي مطر وطارق خليل وحسام حسن وحمادة مرزوق ومحمد السيد وبدر رجب وابراهيم حسن، فاكرين طبعا كلنا الحاجات دي لحد القاضية بتاعت قفشة، كلنا فاكرين الكلام ده. فالماتشات دي ملهاش مقاييس. هتقول لي بس الأهلي غايب عنه ناس كتير وناس أساسية، معلش حصل قبل كده كتير، فرقة كاملة غابت والأهلي كسب. النتائج كلها واردة، السيناريوهات كلها واردة، ممكن تكسب إن شاء الله، ممكن تتعادل، لا قدر الله ونتمناها ما تحصلش تخسر، ده موجود، كل ده موجود في الكورة. بس الفرقة جاهزة إن شاء الله، المجموعة اللي موجودة إن شاء الله تنزل تأدي وتأدي زي الجماعة الغايبين الأساسيين وأكتر إن شاء الله. ليه بقى؟ لأن في نسبة كبيرة جدا متخوفة من الماتش وقلقانة، القلق ده ظاهرة صحية جدا، ظاهرة صحية، ولكن اللي حاصل ده يديك دوافع، أنا كلاعب يديني دوافع، الدوافع عندي بتزيد. أنا عايز أقول للناس كلها إن النادي الأهلي أي حد ينزل يلبس الفانيلا الحمراء قادر إنه يؤدي، وقادر إنه يؤدي كويس، وقادر إنه يكسب، وأنا عايز أثبت ذاتي. هم دول لعيبة النادي الأهلي في جميع العصور، من أيام زمان لحد وقتنا هذا. فماتش ملوش مقاييس، فرقة جاهزة، المجموعة اللي هتلعب إن شاء الله جاهزة، نتمنى التوفيق. بمناسبة التوفيق لفرقتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، هو اللي أنا بخاف منه دايما الجزء بتاع الإصابات بس، إنما حتة إن المجموعة اللي موجودة تنزل وتأدي اللي عليها أنا واثق فيه. طبعا في توفيق وفي عدم توفيق، ولكن نتمنى التوفيق للفرقة، إنما متأكد إن اللي هينزل مش هيأثر. زي ما بنقول كده إن أي حد يلبس الفانيلا الحمراء قادر إنه يحقق طموحات وأمال الجماهير، وإن شاء الله ده يحصل النهاردة. نتمنى أداء جيد، نتمنى طبعا تحقيق الفوز، واللي أنا عايز أقوله الفترة دي فترة صعبة جدا 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 علينا كجماهير نادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي. إحنا بعد المباراة ديت كل يومين مباراة، فأنا برضو يعني عايز الجماهير لما تيجي تبص للموقف تبص بواقعية شوية،
احنا الفتره دي عندنا حاله اجهاد كبيره جدا. ده مش مبرر لحاجه، انا بس بقول الرؤيه بواقعيه، ده مش مبرر لحاجه، ولكن الفتره اللي جايه اتحاد الكوره حط علينا ضغوط جامده جدا جدا جدا. وبعدين يقول لك طب ما ليفربول بيلعب كده وفي انجلترا مش عارف مين، مين اللي قال لك انه بيلعب طول السنه او حتى شهرين ورا بعض كل يومين ماتش؟ دي ما بتحصلش غير في الفتره اللي هي بتاعه راس السنه وثانكس جيفنج والبوكسنج داي اللي هم بيلعبوا كل 3 ايام ماتش لمده 4 ماتشات، انما طول السنه ما بيلعبوش كده. ده احنا شهرين كاملين هنلعب كل 3 ايام ماتش، ويا ريت كل 3 ايام. يعني احنا النهارده هنخلص الساعه 11 ونص مثلا المباراه او 12 الا شويه، وبكره ده يا دوبك اللعيبه لما تطلع من الملعب هيبقى بكره جه عندها بالظبط تاني يوم، وبعدين اليوم اللي بعده ماتش، ونفس الحكايه الماتش اللي جاي، ونفس الحكايه الماتش اللي بعده. انت ليه حته الاجهاد دي؟ انت بتجادني؟ انت عايز توصلني بعد كده ان انا بقى اللي اتكلم اقول لك اصابات واجهاد ومش ليه بتوصلني لكده؟ ده انا حتى انت هتوصلني لبطوله افريقيا بعد كده وانا يعني بفرفر ليه؟ كان المفروض ان هي الاوقات دي تتنظم احسن من كده، مش كل يومين مباراه. مين في العالم بيلعب كل يومين مباراه؟ ما علينا، خلينا النهارده في ماتش الاهلي والزمالك، ونتمنى التوفيق للفريق باذن الله، ونتمنى المكسب للنادي الاهلي علشان يسعده ملايين الجماهير في كل ارجاء مصر والوطن العربي والعالم كله. بمناسبه ماتش النهارده الحقيقه كان في حاجات يعني اقل حاجه تتقال انها كانت غلسه شويه قبل الماتش تتصدر من الزملاء في اعلام الفريق المنافس اللي هو فريق نادي الزمالك. شائعات وسخافات بدون اي مبرر. في البدايه شككوا في نتيجه عينه محمد الشناوي، قال لك اصل ده هيفضلوا كده لحد قبل الماتش بشويه وبعد كده المسحه هتطلع سلبيه، كده هتطلع سلبيه. مين اللي قال كده؟ خلي بالك حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي، لو ما تعرفش النادي الاهلي شوف تاريخ النادي الاهلي. حضرتك كده بتشكك في نتيجه المسحه، وده امر مزعج، مش مزعج للنادي الاهلي بس، حتى مزعج للمسؤولين. وحضرتك بتنجم تقول اصل المسحه هتطلع قبل الماتش سلبيه؟ مين اللي بيعمل كده؟ الاهلي عمره ما بيعمل كده. خلي بالكم النادي الاهلي في ماتشات القمه بالذات ليه اكتر من موقف يحسب له، موقف يحسب له. ويمكن انا قبل كده قلت لحضراتكم على موقف لما شال الفرقه الاساسي كلها عقوبه، قال لك عند طب يقولوا له عندنا الزمالك طيب في الكاس وده ماتش واللي خسران بيطلع، ولا الهوا مفيش الكلام دوت عندنا في النادي الاهلي، مفيش. لعبوا بالناشئين وكسبوا وخدوا الكاس. بالعكس احنا عندنا في النادي الاهلي في وضوح من البدايه، ومن 3 ايام قايلين المسحه الاولى طلعت سلبيه، المسحه الاولى طلعت ايجابيه، والمسحه الثانيه ايجابيه، واخر مسحه طلعت ايجابيه. خلاص هو من 3 ايام مستر موسيماني حسم الامر تماما، وكلنا النهارده ورا علي لطفي ورا فرقه النادي الاهلي كلها. لان علي لطفي يا جماعه حارس كبير جدا، يمكن هو يعني مش عايز اقول اتظلم، ولكن جه في فتره الشناوي فيها عالي قوي، الشناوي عالي قوي. بس لو تفتكروا علي لطفي في انبي كان ايه، وانا متاكد ان الفتره اللي جايه ان شاء الله علي لطفي هيكون له دور كبير جدا ان شاء الله في انتصارات الاهلي القادمه باذن الله، واولها النهارده ان شاء الله هيكون له دور كبير جدا في الفترة القادمة مع عودة الشناوي إن شاء الله. علي لطفي حارس كبير جدا، وبعدين واجه الزمالك قبل كده هو كتير، ما هو كان بيلعب في إنبي وياما واجه الزمالك وكسب الزمالك هو في إنبي، فالموضوع مش غريب عليه. الأمر علي لطفي متعود عليه من أيام ما كان في إنبي، فالماتشات دي ما تخوفوش. ممكن في قلق عادي، أنا كلاعب كورة طبعا القلق ده ظاهرة صحية، في قلق طبعا، ولكن لما بنزل الملعب خلاص بحاول اثبت نفسي، حاول اثبت ان انا جدير بالمكان اللي انا فيه. وبعدين عايز اقول لكم حاجه بمناسبه المسحه ومش المسحه والكلام الفارغ ده، الاهلي بيهمه طبعا سلامه الشناوي، مش ممكن كان هيضحي بالشناوي والمسحه بتاعته ايجابيه، مش ممكن كان هيضحي بزمايله والمسحه بتاعته ايجابيه. احنا كل اللي يهمنا طبعا
سلامة جميع اللعيبة وسلامة لعيبة نادي الزمالك. يعني ما بنقولش على نادي على النادي الأهلي بس ولعيبة النادي الأهلي، لا، ويهمنا أيضا سلامة لعيبة نادي الزمالك. إنما بعد كل ده تيجي تقول لي النادي الأهلي مش عارف عايضة. مش النادي الأهلي ده يا حبيبي، ده مش النادي الأهلي. وبعدين ده احنا بنعمل مسحة كاملة مش تحليل، اللي هو الرابيد تيست، يعني النتيجة بتكون 100% صحيحة وظاهرة وواضحة، مفيش الكلام اللي هي اللي مش عايز اتكلم، مش عايز اقول لفظ مش كويس. كمان بمناسبة الشناوي طلع يقول لك ايه، يعني احد الزملاء قال لك يا احمد يا مجاهد اوعى تأجل الماتش عشان الشناوي غايب، اوعى تأجل الماتش. لا لا اقول لك انا بقى، تعال انت حضرتك بقى افكرك بالتاريخ، ارجع للتاريخ كده. النادي الاهلي ما بيوقفش على لعيب، طبعا الشناوي لعيب كبير ويعني احسن حارس مرمى في افريقيا واحسن حارس طبعا مرمى في مصر في الاول، وطبعا غيابه طبعا عن الفريق خساره، طبعا خساره. ولكن احنا كاهلاويه عندنا ثقه في البديل، مش عايز اقول البديل، ولكن عندنا ثقه في علي لطفي اللي ان شاء الله هيأدي اداء كويس الفتره دي او الفتره اللي جايه ان شاء الله. ومن من النهارده باذن الله كلنا ورا لعيبه النادي الاهلي. الفتره حرجه جدا جدا جدا، انا مش عايز اقول لحضراتكم، انا كلاعب كوره ببقى طالع من الماتش في ضغوط نفسيه وفي ضغوط جوه الملعب وفي ضغوط بره الملعب، وانا بني ادم، انا لحم ودم، يعني انا عايز فتره استشفاء بعد ما اطلع ماتش زي دوت، عايز فتره استشفاء. ده انت ما بتلحقش تديني يوم يا راجل، ده انا يا دوبك هنام العب تاني يوم الماتش. ده احنا عندنا 7 ماتشات في اقل من 20 يوم. فين في العالم الكلام ده بيحصل؟ انت عايز توقعني؟ المهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي السخافات اللي يقول لك النادي الاهلي هيعمل كذا، ويا احمد يا مجاهد النادي الاهلي عايز ياجل ماتش. مين اللي قال لك مين اللي قال لحضرتك ان النادي الاهلي عايز ياجل ماتش؟ مين اللي قال لك كده؟ النادي الاهلي مش عايز يعمل قلق ابدا في الرياضه وفي الكره المصريه بالذات. جايين على نفسنا في حاجات كتير قوي قوي، والفتره الجايه هتشوفوا حضراتكم حاجات كتير قوي غلسه. انما النادي الاهلي ما قالش حاجه. النادي الاهلي للي ما يعرفش، النادي الاهلي زي الاخوه اللي هم عاملين نفسهم ما يعرفوش تاريخ النادي الاهلي، اقرا حبيبي عن النادي الاهلي وشوف تاريخك انت والنادي الاهلي، وشوف ماتشاتك انت والنادي الاهلي، وشوف النادي الاهلي كان بيعمل ايه. بس مش هقدر اقول اكتر من كده. لا، كل دي كانت شائعات وسخافات سمعناها قبل القمه وحاجات غريبه، شاغلين نفسهم جدا بالنادي الاهلي. يا سيدي خليك في فرقتك، خليك في فرقتك، شجع فرقتك، اتكلم عن استعداد فرقتك، ايه جاهزيه فرقتك، مالكش دعوه بالنادي الاهلي. انت النادي الاهلي ماله، عامل لك ايه؟ احنا النادي الاهلي في حته تانية خالص، ملناش دعوه خالص باي حد تاني. احنا بنبص بس فرقتنا وبس. بس صحيح عندنا غيابات كتير، لكن احنا عندنا تحدي اكبر ان شاء الله ننجح فيه. مش النجاح في الفتره في الماتش النهارده بس، لا، الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه فيها صعوبات كتير جدا. انت داخل على كل 3 ايام ماتش ولا كل يومين ماتش، وبعدين داخل بعد كده على افريقيا، وبعدين لعيبتك مفيش راحات، هيخش على المنتخب، يعني علقه بالكوره، علقه، غيابات كتير. ولكن عندنا الغيابات دي برغم انها موجوده، انما مطبات كتير، فعلا مطبات كتير. ولكن اللي احنا عايزين نقوله في الاخر ان ده قدر النادي الاهلي، ده قدر النادي الاهلي، دي مش مبررات، ولكن ده قدر النادي الاهلي. والنادي الاهلي ان شاء الله ناجح انه يتخطى المطبات دي. طيب معانا زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه هيقول لنا اخر اخبار فريق النادي الاهلي واستعداداته. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك ولكل كابتننا الكبار وكل ايضا كمان جمهور النادي الاهلي في كل مكان. رمضان كريم عليك وعلى كل الامه الاسلاميه وتحديدا على كل جمهور النادي الاهلي. يا رب
يا رب النهارده ان شاء الله يكون يوم خير على لعيبه النادي الاهلي. النهارده تحدي جديد، الزمالك والاهلي على استاد القاهره في تمام التاسعه والنصف، هي مباراه مؤجله من الجوله الرابعه من بطوله الدوري العام. تحدي جديد النهارده لكل لعيبتنا والجهاز الفني، لان عندنا ظروف صعبه جدا بيمر بيها فريق النادي الاهلي، غيابات استثنائيه في هذا الموسم، عدد كبير من الغيابات ولاعيبه مؤثره بشكل كبير جدا. لكن بنتمنى من لعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله كل الامور وكل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الفريق النهارده تكون دوافع كبيره لعيبه النادي الاهلي النهارده. ثلاث نقاط النهارده يكونوا مهمين بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام، وايضا كمان مع النادي الاهلي والجهاز الفني. عايز اطمنك بقى كالعاده طبعا كابتن ايمن من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، نطمن كل الجماهير على حاله اللاعبين. المعسكر المغلق انت عارف 48 ساعه الماضيه كان في قرار مميز جدا من بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ بغلق تام ومعسكر مغلق لكل لاعبي النادي الاهلي، وايضا كمان غلق اعلامي لكل التدريبات. ده امر مهم جدا لان فرض مزيد من التركيز ده امر مهم لكل لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان يكون في حريه لبيتسو موسيماني انه يحفظ اللعيبه جمل تكتيكيه بشكل كبير. انت عارف تدريبات لما بتكون في النادي الاهلي الجزيره وتحديدا في ملعب مختار التتش بتحاول الاعضاء ان هي تكون متواجده، كل اعضاء النادي الاهلي بتتمنى وبتبقى متشوقه بشكل كبير جدا ان هي تتابع تدريبات فريق النادي الاهلي. لكن بناكد على هذا القرار المميز من الجهاز الفني ان كان في غلق تام للتدريبات، لعيبه النادي الاهلي متواجده في فندق قريب جدا من استاد القاهره. يمكن ال 48 ساعه الماضيه تدريبات كانت على طول في مختار التتش، حضرات مستمره من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي بياكد على اهميه هذه المباراه. اكتر من نقطه اتكلم فيها الحقيقه الجهاز الفني، ضبط النفس ده امر مهم جدا، ما ينفعش ان احنا نخرج عن الاطار تماما، تركيزنا يكون في ال 90 دقيقه، كل الامور والثغرات ونقاط القوه والضعف وكل الامور دي يمكن ركز عليها بشكل كبير الجهاز الفني من خلال مشاهداته المستمره. اكتر من مباراه شاهدها الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي ليه نادي الزمالك في مباراته الاخيره، كل الامور الحمد لله كابتن ايمن بالنسبه لفريق النادي الاهلي بالاستعداد والجديه والحماس وروح النادي الاهلي. مباراه اليوم هي اللي هتنهي الروح وشخصيه النادي الاهلي، بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الاصابات وبعيدا عن كل الامور، الروح والشخصيه والجديه والاصرار الكبير اللي بنراهن عليه في كل مره مع لعيبه النادي الاهلي النهارده لو متواجدين في ال 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله يكون المباراه وتكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. متواجدين في فندق الاقامه زي ما انت عارف يا كابتن ايمن، وخلاص لحظات بسيطه جدا وتوجه اللاعبين والجهاز الفني الى استاد القاهره اللي هيستقبل هذه المباراه. عايز اذكرك سريعا واذكر كل جمهور النادي الاهلي بالاصابات اللي متواجده في قائمه اليوم، يمكن على راسهم طبعا محمد الشناوي اللي بنقول له الف سلامه يا رب ان شاء الله يرجع من جديد يحرس عرين النادي الاهلي في البطوله المحليه وايضا في البطوله الافريقيه. بينضم له علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، ياسر ابراهيم، جونيور اجاييه، وايضا يمكن اكرم توفيق كان عنده كدمه بسيطه في الكوع وطمني عليه بشكل كبير متواجد في القائمه، وليد سليمان ايضا كمان متواجد في القائمه، وحمدي فتحي الاخيرا طبعا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل يعود من سريع. قائمه مكتمله ان شاء الله بنتمناها من فريق النادي الاهلي. بيتسو موسيماني كمان يكون النهارده يعني موفق جدا في اختيار التشكيل، وايضا كمان يكون القياده الفنيه من خارج الخطوط فيها توفيق كبير. توفيق لو معانا ان شاء الله كابتن ايمن النهارده، كل الامور باذن الله تكون في صالحنا. الجو في هذه اللحظات جو طيب شويه، درجه الحراره كانت يعني عاليه جدا صباحا، لكن بنتمنى على ميعاد المباراه 9:30 يكون الجو والظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي. بناكد ثاني مره بالجديه والحماس ان شاء الله لعبتنا قادره على تخطي هذه المباراه وقادره ان شاء الله ان هي تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده كابتن ايمن لحظه بلحظه بننقل كل الاخبار والكواليس سواء من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، ومنها ان شاء الله باذن الله عقب هذه المباراه تكون لنا لقاءات وفرحه مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. عوده لك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وهو كان بيكلم من فندق الاقامه قبل ما يروحوا ملعب المباراه. معانا تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في كل البطولات، وزي ما حضراتكم عارفين الارقام انتوا عارفين اكتر مني طبعا. في الدوري لعبوا 120 مباراه، نادي الاهلي فاز في 45 مباراه، زمالك فاز في 27 مباراه، وكان التعادل في 48 مباراه. نادي الاهلي ليه 149 هدف، نادي الزمالك ليه 103 اهداف. كاس مصر لعب 31 مباراه، نادي الاهلي كسب 16 مباراه ونادي الزمالك كسب 10، تعادل كان 5 مرات، الاهداف 57 للنادي الاهلي 45 لنادي الزمالك. سوبر المحلي لعبوا 7 لقاءات، نادي الاهلي فاز 3 مرات والتعادل 4 مرات، والاهداف 8 لنادي الاهلي و4 لنادي الزمالك. بطولات افريقيا لعبوا 9 مباريات، فوز النادي الاهلي 6 والتعادل 3 مباريات، نادي الاهلي ليه 17 هدف
ونادي الزمالك ليه 9. سوبر افريقي لعبه 1. سوبر افريقي خلي بالكم انا قلت لكم السوبر المحلي غير السوبر افريقي. سوبر افريقي لعبه مباراه فاز بيها نادي الزمالك ونادي الاهلي مفيش اهداف ونادي الزمالك جاب هدف. مقارنات بقى بين مستر موسيماني وكارتيرون. موسيماني لعب مع النادي الاهلي عدد من المباريات، هنشوف اجمالي المباريات هنا واجمالي المباريات هنا. موسيماني لعب 33 مباراه مع النادي الاهلي، 25 مباراه انتهت بالفوز، 6 تعادل و2 هزيمه، ليه 66 هدف وعليه 21 هدف، 19 مباراه شباك نظيفه. البطولات 3 بالإضافة إلى المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية. كارتيرون لعب 35 مباراة مع نادي الزمالك، كسب 22 مباراة، تعادل في 9 واتهزم في 4. له 58 هدف عليه 25 هدف. شباك نظيفة 18 والبطولات 2. احدهما سوبر ضد النادي الاهلي ماتش كان بضربات الجزاء والثانيه الكونفدراليه. طيب كده هنروح كده قلنا كل حاجه، ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال، والكابتن عادل مصطفى. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. اهلا بيك يا كابتن. اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. كابتن احمد بلال اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. اهلا بيك هداف. الله يخليك. كابتن عادل مصطفى اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ايمن. اهلا بيك. الله يخليك. طيب احنا قبل ما نبدا مع ضيوفنا الكبار هنقول تشكيل النادي الاهلي. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي هيبقى علي لطفي و ناحيه الطرفين ايمن اشرف واحمد رمضان بيكهام، في القلب بدر بنون ورامي ربيعه، الاثنين خط وسط دفاعي عمرو السوليه واليو ديانج، ثلاثه اللي قدامهم على الاطراف هيبقى حسين الشحات طاهر محمد طاهر وفي وسطهم قفشه، وقدام راس حربه وحيد محمد شريف. نقولهم مره ثانيه، علي لطفي في حراسة المرمى، ظاهرين احمد رمضان بيكهام وايمن اشرف، اثنين اللي في القلب قلبي الدفاع رامي ربيعه بدر بنون، خط الوسط الدفاعي هيبقى عمرو السوليه اليو ديانج، ثلاثه اللي قدامهم خط الوسط الامامي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، في وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام محمد شريف. البدلة هيبقى مصطفى شوبير، مروان محسن، صلاح محسن، وسعد سمير، وليد سليمان، والتر بواليا، محمود كهربا، أكرم توفيق، وناصر ماهر. كابتن علاء، إيه رأيك في تشكيل النادي الأهلي؟ هل الظروف هي اللي أجبرت مستر موسيماني على التغييرات اللي موجودة، ولا هو ده التشكيل الأمثل من وجهة نظر مستر موسيماني المباراة دي؟ ما هو الامثل عشان هو مضطر يعني في طبعا عندك اصابات كتير قوي ايمن، فده انسب تشكيل للمباراه دي عشان الناس اللي موجوده، خصوصا يعني خصوصا الاربعه اللي ورا التشكيل فيهم كتير قوي ما فهمش، بس بدر هو اللي دايما كان موجود وايمن اشرف بس كان مساك مع بدر هو، لكن زي ما بقول لك انا التشكيل ده هو الامثل في الفتره دي. يعني انت مش يعني ما عندكش اختيارات كتير. أيوة. انت مجبر بحته الاصابات، لكن دايما انا بقول اي حد في النادي الاهلي نجم. المباراه النهارده ما لهاش اي مقاييس خالص، مين اقوى ومين مش اقوى، ومين اللي جاهز ومين مش جاهز. مزبوط. مين اللي عنده غيابات مين ما عندوش غيابات، دي مباراه لوحدها خالص. ممكن مباراه النهارده طلع لك نجم كبير قوي الناس كلها ما كانتش ولا كان في الحسبان. صحيح. ودي مباراه النادي الاهلي بتظهر النجوم، وانا من وجهه نظر اي حد النهارده هيبدا المباراه لازم يبقى مبسوط وفرحان يلعب مباراه زي كده. مباراه الاهلي والزمالك انا متاكد ان كل قاعدين على في الاستوديو هنا كلنا كده كنا بنحب مباراه الاهلي والزمالك، بتحبها بغض النظر عن نتيجتها ايه او مؤثره او مش مؤثره، لكن دايما اهلي والزمالك لا الناس كلها الانظار كلها على المباراه دي. على الناس اللي هتلعب، على النجوم الموجوده، عشان كده دايما مباراه الاهلي والزمالك لا تخضع لاي ولا تشكيلات ولا ترتيب ولا حاجه خالص. انا سمعتك في الانترو ان هي مباراه خاصه خالص لوحدها مالهاش ولا ليها علاقه بالمباراه السابقه. صحيح. يعني او مثلا الاهلي كان في الدوري عمل ايه كسب والزمالك خسر طب احنا لا خالص مالهاش مقياس بحاجه خالص، ولا يقول لك مثلا احنا هنلعب الاهلي والزمالك هيلعبوا كمان ثلاث اسابيع مثلا 10 مايو طب ما نخسرش النهارده عشان الماتش الجاي مش عارف. مالهاش الحسابات دي مش موجوده خالص خالص خالص. مالهاش الحسابات دي خالص، هي ليها حسابات بال 90 دقيقه تتلعب والناس اللي موجوده والشكل ايه والاداء ايه وكل مدرب قال ايه هنتكلم فيها، لكن هي بعيده كل البعد عن حتى ترتيب الفرق. صحيح. ويقول لك ان الزمالك لازم يكسب النهارده عشان يبقى يكمل الصداره، ويقول لك لا الاهلي لازم يكسب عشان عنده مؤجلات كتير يبقى مكسبه كلها ان شاء الله يوصل للمركز الاول. هي حسابات بره الملعب يا ايمن. أي. حسابات الناس بره الجماهير طبعا، وكل كل كل نادي وجماهيره بيحسبها بحسبه اللي هو شايفها الامثل بالنسبه له، ولكن دي بطوله خاصه. طبعا دي بطوله خاصه تبقى كلمه يعني ماتت بقى الناس كلها عارفاها. آه. اول زمان يقول لك دي بطوله خاصه بعدين تبدا ترغي. لكن هي بطوله خاصه، هي بطوله خاصه. لكن التشكيل بتاع النادي الاهلي النهارده انا شايفه تشكيل مناسب جدا للافراد اللي موجوده، الناس كلها نجوم، كله هيأدي النهارده اقصى حاجه عنده. هو بس التغيير اللي كان في الخط الخلفي يا ايمن عشان الاصابات اللي حصلت مع فريق النادي الاهلي. تشكيل الاثنين مساكين، اثنين في قلب نص الملعب مدافعين، الثلاثه ومحمد شريف ممكن مباريات كتير قوي ممكن يبداوا كده، مفيش اي مشكله خالص. طاهر على الشمال وحسين الشحات على اليمين، كتير قوي بداوا مباريات كتير قوي نفس الاثنين، محمد شريف كان على طول بيبدا، محمد مجدي على طول موجود في كل الاوقات، عمرو السوليه لعب كتير قوي مع الو ديانج نفس الكلام. يعني تقدر تقول ان التغييرات المؤثره اللي هي في خط الظهر بس هي دي، ويمكن طبعا اكتر واحد مؤثر في خط الظهر هو علي. أيوة. لان علي كان في المباريات دي بيبقى حاله لوحده خالص، فارق حاله لوحده خالص. ايمن كان بيعتمد على مستر موسيماني بطريقه كبيره جدا خصوصا في الحاله الهجوميه. أيوة. وكان
قلق لاي فريق على فكره، اذا كان الزمالك او غير الزمالك. دايما علي معلول كل فرقه بتعمل له مليون حساب، لانه في الحاله الهجوميه لا مفتاح لعب كبير جدا في النادي الاهلي، وكان بيحل لك كتير قوي من المشاكل. لكن دايما بقول اللي بيبدا ان شاء الله يؤدي ويؤدي كويس قوي، اذا كان ايمن اشرف والناحيه الثانيه احمد رمضان، لكن باقي التشكيل اعتقد انه متوازن جدا. صحيح كابتن اسامه، تشكيل النادي الاهلي كابتن علاء قال لك ان من وجهه نظر موسيماني ومن وجهه نظر الكابتن علاء ان هو ده التشكيل الامثل في التوقيت ده نتيجه الغيابات الموجوده في صفوف النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي زي ما قلنا بيعاني من غيابات ناس اساسيه كتير، يعني عندك الشناوي، عندك معلول، عندك هاني، عندك حمدي فتحي، عندك جونيور، دول بيلعبوا بصفه مستمره مع النادي الاهلي المباريات الاخيره قبل الاصابه. مش عايزين برضو نغفل حته وجود اجهاد نتيجه الماتشات المتتاليه لعدد كبير من اللاعبين. نبص الناحيه الثانيه لنادي الزمالك، نلاقيه نادي الزمالك طالع من خروج مبكر في دوري الابطال الافريقي. هل الحاجات دي تدي دوافع للفرقتين ان هم يلعبوا النهارده على المكسب، ولا يقول لك نلعب النهارده ماشي على المكسب بس لو ما جاش المكسب التعادل خير وبركه؟ لا اكيد الاثنين هيفكروا في المكسب، لانه اولا المباراه لسه بدري، يعني دوري بالنسبه للاهلي الاهلي الاسبوع ال11، الزمالك الاسبوع ال14 ليهم مؤجلات، لسه في لقاء تاني، يعني في لسه في فرص اخرى، الحسابات الدقيقه قوي دي لسه ما جاش اوانها يعني. بالعكس الحاجات الغيابات بالنسبه للنادي الاهلي والخروج المبكر للزمالك هيديهم دوافع ان الاثنين يحاولوا يكسبوا. بدايه من الزمالك انه خرج من بطوله افريقيا، النادي الاهلي واخد التاسعه السنه اللي فاتت ومكمل وان شاء الله ياخد العشره، الجمهور بتاعه محبط جدا من خروج ما كانش متوقع في المجموعه ديت، فاكيد من وجهه نظر الزمالك انه عايزين يكسبوا النهارده عشان يقولوا لجماهيرهم احنا يعني قوه كبيره في الكره المصريه، وخروجنا ده كان يعني خارج ارادتنا، ويطلعوا على حساب النادي الاهلي. ده وجهه نظر نادي الزمالك. الاهلي العكس، الاهلي الغيابات اللي موجوده النهارده مفيش شك ان هي مؤثره، واي فرقه في العالم بيبقى فيها نجوم كبار بيبقى ليهم تاثير في المباريات. لما تتكلم مثلا مع الفرق، احنا مش بنتكلم بنقارن فلان بفلان، لكن احنا بنتكلم بصفه عامه في تاثير اللعيبه المهمه في فرقهم. يعني بتتكلم مثلا برشلونه لما ميسي ما بيلعبش مؤثر جدا، محمد صلاح وساديو ماني لما ما بيلعبوش في ليفربول مؤثرين جدا، الراجل المساك بتاع ليفربول فان دايك كل الناس بتقول انه مؤثر جدا في خط ظهر نادي ليفربول رغم انه عنده عناصر كتيره جدا موجوده في الفرقه. فانا اقصد ان اللعيبه الكبار واللعيبه اللي هم عندهم امكانيات كبيره مفيش شك بيفرقوا مع فرقهم وليهم تاثير. احنا النهارده بنتكلم على الشناوي، علي لطفي جون كويس جدا ومميز، ولكن رجله مش في الملعب زي الشناوي، والشناوي يعني كان رقم واحد في مصر او رقم واحد في مصر وبيلعب على طول 3-4 سنين وبيلعب على طول. علاء اتكلم على علي معلول، قوه ضربه كبيره جدا 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 في فرقه النادي الاهلي، ومن افضل اللعيبه حتى في ثبات المستوى وفي النواحي الهجوميه، رغم ان هو ظهير لكنه من اكتر مفاتيح لعب النادي الاهلي في النواحي الهجوميه. بيبقى الاطراف عندنا مش بقول بتبقى ضعيفه، بيأدوا كلهم بيأدوا، لكن غيابه مؤثر. ايضا هاني في الناحيه الهجوميه مؤثر في الجنب الثاني، ففي غيابات مؤثره. حمدي فتحي طبعا مؤثر تاثيره كبير، ولكن يمكن عمرو سلاوي ديانج احيانا ده كان بيقعد احتياطي بس كان ممكن يبقى ليه دور. طب ايه اللي يقلقك انت النهارده كاهلاوي قبل الماتش؟ ما انا بقول لك، لكن اللعيبه اللي بتلعب ماتشات زي دي اهلي وزمالك وبتبقى ما بتلعبش او عايزه فرصه او كده، ممكن تلاقيهم عندهم الدوافع عالية جدا 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 لإثبات الذات يعوضوا بعض القصور من عدم اللعب الكتير أو أنه في حد في المستوى أعلى. وده كلنا عشناه وشفناه في تاريخنا في النادي الأهلي، شفناه بوضوح يعني. مش هننسى ماتش 3-2 في الكاس اللي توقفنا 16 لاعب
وجيل جديد طلع في الماتش ده وكسب. صحيح. وغيره في غيابات تانية دي كانت أكبر حدث لأنه كان تقريبا الفرقة كلها. لكن ماتشات تانية لعيبة مؤثرة جدا غابوا ولعب بعض اللعيبة اللي ما كانتش بتلعب أو كده وأدت أداء 10/10 وأداء يعني كبير وبقت مولد نجومية بعض اللعيبة. فده ممكن يدي زي ما بقول لك يعني شراسة في اللعب وإثبات ذات بطريقة كبيرة. لكن ده لا يغفل إنه اللعيبة المهمة واللعيبة اللي ليها تقل سواء دوليين سواء إمكانياتهم الفنية لهم تأثير. أنا النهاردة الأكتر حاجة يعني ممكن تقلقني في النادي الأهلي الأطراف بتاعتنا اللي هي طاهر وحسين الشحات دورهم لازم يبقى مؤثر جدا جدا في مساندة أيمن أشرف ومساندة حسين بكم مش بس دفاعيا لأنك أنت هتلعب جبهات في نادي الزمالك كويسة في سواء في اليمين أو الشمال سواء بن شرقي وفتوح أو شيكابالا اللي بيبقى ليه تأثير كبير جدا بثقته في ماتشات الأهلي والزمالك لأنه مش عايز أقول من اللعيبة اللي هي ما بتخافش يعني ممكن يكون بدنيا اقل من لعيبه تانية بس هو ما بيخافش في الماتشات دي فطاهر لازم يساند ايمن اشرف كويس بس برضه لازم يبقى ليهم دور كبير في النواحي الهجوميه هو ده الاساس اصلا طبعا لازم يكون ليهم دور كبير في النواحي الهجوميه لانه مش هتفضل تعتمد بس على محمد شريف وانطلاقات مجدي قفشه من تحت فدولت الاجنحه هيبقى ليهم دور كبير جدا النهارده واعتقد انه اتمنى ان هم يكونوا في افضل في الحاله الكويسه بتاعتهم عشان هيبقى ليهم دور مؤثر في اللقاء النهارده باذن الله. كابتن احمد بلال هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي ولكن استاذنك اقول تشكيل نادي الزمالك هيبقى محمود جنش في حراسه المرمى طرفين هيبقى حازم امام واحمد فتوح اثنين اللي في القلب محمود علاء والونش قدامهم اثنين خط وسط دفاعي فرجاني ساسي وطارق حامد ثلاثة وسط الهجومي أو الأمامي قدام على الأطراف بن شرقي وشيكابالا وفي القلب أوباما ورأس حربة وحيد قدام مروان حمدي هنقوله مرة تانية محمود جنش لحراسة المرمى حازم إمام ناحية اليمين فتوح ناحية الشمال اثنين اللي في القلب محمود علاء والونش خط وسط دفاعي فرجاني ساسي وطارق حامد ثلاثي وسط الهجومي او الامامي بن شرقي وشيكابالا على الاطراف في وسطهم اوباما وقدام مروان حمدي. كابتن احمد بلال كابتن اسامه قال حاجه مهمه جدا ان النادي الاهلي برغم الغيابات انما الغيابات دي تدي دوافع للناس الجديده اللي بتلعب او البدله اللي بتلعب واحنا شفنا كتير جدا ان الماتشات دي والمواقف الصعبه دي بتتولد فيها نجوم. دي حقيقه. يمكن على مدار السنين اللي فاتت دي كلها احنا مباريات القمه دايما بتشهد نجوم بتشهد مولد نجوم لعيبه الناس بتكتشفها في لعيبه ممكن تكون تلعب ماتشين ثلاثه والتاثير الجيد بتاعهم عند الجمهور ما بيظهرش غير في الماتشات الكبيره دي ماتشات مباريات الديربي الاهلي والزمالك وده بطبيعه كره القدم في كل العالم. جبت كام جول في الزمالك؟ اثنين بس. ف بيتولد نجوم كتير جدا في الماتشات الكبيره دي الماتشات التقيله ماتشات الاهلي والزمالك يعني في لعيبه كتيره جدا امكانياتها وقدراتها الحقيقيه بتظهر في الماتشات الكبير ماتشات الاهلي والزمالك الاهلي والاسماعيلي في بعض الاحيان الاهلي والمصري على حسب قوه الماتش نفسه لكن الاهلي والزمالك بيجي في المقام الاول وده وضع طبيعي جدا 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 النهارده مباراه في ضغوط كبيره عليها لكن انا من وجهه نظري شايف ان الضغوط كلها على نادي الزمالك ورقم واحد انت كسبت المباراه اللي فاتت كويس خرجته من بطوله افريقيا السنه اللي فاتت انت واخد دوري عام واخد بطوله كاس مصر الزمالك خاليه الوفاض من كل من جميع البطولات الموسم الماضي احنا في نهائي القرن احنا اللي كسبانين البطوله اللي فاتت فانت النهارده الزمالك عنده ضغوطات كبيره جدا اولا اخر مباراه ما بينك وما بينه انت كسبانه فعايز يعوض المباراه دي بشكل كويس بطوله الدوري بالنسبه له مهمه جدا جدا لانه خرج من بطوله افريقيا زي ما انت قلت من شويه الزمالك خرج من بطوله افريقيا في الدور الثمانيه في دور ال16 ودي كانت برضو يعني حاجه صعبه جدا لجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك فبالتالي هو داخل المباراه دي عنده اهداف كتيره جدا الاهداف دي من وجهه نظري ممكن تحط عليه ضغط كبير جدا فالنهارده نازلين للمباراه عندهم ضغوطات عاليه جدا عايزين يكسبوا النادي الاهلي النهارده انت ما عندكش الضغوطات اللي موجوده دي انت كسبانه ثقتك اعلى بكتير جدا
فرق الماتشات والنقط بالنسبه لك انت لو كسبت الثلاث ماتشات اللي جايين بما فيهم مباراه الزمالك النهارده او حتى تعادلت هتبقى انت الاول، هتبقى انت فارق عن نادي الزمالك. فالنهارده انت نازل مباراه وانت نوعا ما مش عليك الضغوطات اللي موجوده على نادي الزمالك. انت النهارده مطالب انك تلعب بثقه عاليه جدا، مطالب انك تلعب بروح النادي الاهلي، لان المباريات اللي زي دي انا من وجهه نظري بتكسبها بحاجتين، عندك تنظيم جيد جدا داخل الملعب، الحاجه الثانيه عندك روح قتاليه عاليه جدا والرغبه في المكسب. مباراه القرن اللي فاتت او مباراه النهائي الافريقي كان عندك الرغبه لاخر دقيقه وده بان في الملعب، عشان كده قدرت تكسب. دي انا بسميها يعني مباراه مش مباراه دوري، انا بسميها مباراه النوك اوت بالنسبه للمدربين. انت بتلعب مباراه عايز تكسب فيها، مباراه كاس بالنسبه لك. أي. يعني برغم ان هي مباراه بثلاث نقط وفي الدوري العام ولو كسبت بتاخد ثلاث نقط وكل حاجه، لكن بالنسبه للمدير الفني وحتى كمان بالنسبه للعيبه دي مباراه بالنسبه لك مباراه كاس، عايز تخرج بيها كسبان من كل حاجه، عايز تخرج كسبان الثلاث نقاط، عايز تخرج كسبان عامل مقدم مباراه جيده، عايز روحك في الملعب تبقى روح قتاليه عاليه جدا، عايز تكسب الخصم عشان تبقى تفضل ليدنج عليه. النهارده لو كسبت يبقى فارق بينك وبين الزمالك ست نقاط هتبقى موجود، لو كسبت طبعا المباراتين المؤجلين بالنسبه لك. فالنهارده المباراه دي مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، بس ده يستدعي ان احنا نلعب بثقه اكتر من التوتر. النادي الاهلي لعيبته دائما بتتميز بالروح القتاليه العاليه وموجوده عندها الرغبه. فانا بشوف ان المباراه دي مباراه صعبه، ولكن هي اصعب عليهم من ما تكون اصعب على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. تشكيل جيد بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، يعني الكابتن اسام قال والكابتن علاء اتكلموا وقال ان هو احنا مجبرين على التشكيل اللي موجود ده، ولكن اللعيبه في الملعب دي لعبت مباراه قمه قبل كده وقدروا يكسبوا نادي الزمالك، لعيبه كتيره جدا لعبت مباراه الاهلي والزمالك وقدروا يكسبوا. مطلوب منهم القتال في الملعب قبل كل شيء، قبل الفنيات وقبل المهارات وقبل كل الاشياء الفنيه، مطلوب منهم القتال داخل الملعب. كابتن عادل، في ضوء تشكيل النادي الاهلي النهارده ازاي بيفكر مستر موسيماني على ضوء التشكيل ده؟ هو الكباتن طبعا غطوا كل الحتت بتاعت النواحي النفسيه والثقه. وبمناسبه النواحي النفسيه، تجهيز علي لطفي لماتش النهارده نفسي اكتر منه فني ولا فني اكتر منه نفسي؟ لا، هو نفسي اكتر طبعا، نفسي اكتر وفني فني ليه جزء طبعا، ولكن هو نفسيا اكتر. ولكن احنا برضو عايزين واحنا بنقيم علي لطفي لازم نبقى واخدين بالنا نقطه الناس كلها لازم تبقى فاهماها. علي لطفي لما جه النادي الاهلي هو كان من احسن حراس مرمى في امبي في الدوري، وكان حارس مرمى امبي وامبي من الفرق الثقيله في الدوري. صحيح. فبالتالي هيبقى عنده نفس الفرصه زي ما لو انا دلوقتي عايز اتعاقب مع حارس، لو انا بفكر اتعاقب مع حارس هروح اجيب نفس الحاله بتاعت علي لطفي اللي هو صحيح. كان ماشي فيها كويس، وبالتالي هيجي برضو يدخل في منافسه مع الشناوي، والشناوي صعب دلوقتي ان حد يلعب عليه، فبالتالي هيوصل لنفس المرحله اللي فيها علي لطفي اللي الناس شايفه ان هو بعيد عن المشاركه. والمركز ده بالذات لازم يكون ياخد وقت كافي انك تقدر يعني تطلع للتوب فورم بتاعتك. الشناوي قعد فتره طويله جدا حتى لما لعب في الاهلي ما كانش احسن حاجه في البدايه، ولكن مع الوقت ومع المباريات تطور، يعني مستواه الفني تطور بشكل جيد جدا. فحتى علي لطفي نفسيا هو طبعا محتاج دعم نفسي جدا جدا من الجهاز، واكتر جوه الملعب من اللعيبه، ده مهم جدا. مهم كمان جدا ان ما يوصلوش كور كتير، نقلل الفرص عليه، ودي حاجه ما تقللش منه، ولكن اللعيبه مع بعض لو في كم خبرات جوه الملعب يقللوا الكور اللي بتروح لعلي لطفي كتير داخل المباراه. بالنسبه للتشكيل انا شايف مستر موسيماني ومستر كارتيرون كل واحد هيفكر تفكير شخصي، اللي هو تفكير شخصي. يعني كارتيرون بيدخل ماتشات الاهلي والزمالك بتفكير شخصي، مش بتفكير البوزيشن، مش بتفكير ان انا هاخد ازاي المباراه دي، هكسبها اروح فين في الجدول. بياخد المباراه دي هو بيلعب النادي الاهلي، فبالتالي عايز يطلع باحسن نتيجه قدام النادي الاهلي، لو ما كسبش ما يخسرش، عايز يبقى هو كعبه عالي طول الوقت على النادي الاهلي. ده تفكير شخصي، تفكير هو زي ما بيقولوا كده ان هو كعبه عالي على النادي الاهلي في لعب ماتشين كسب الماتشين وكان مدربك وخرج من عندك انت مشيته. فبالتالي بيتعامل مع المباريات بشكل لو ما كسبتش ما خسرش. ودي نقطه برده من النقط اللي احيانا في مباريات لما بتكونش انت رقم واحد في المباراه، لما بتكونش انت المرشح الاساسي في المباراه بتديك افضليه. مستر موسيماني الامور مختلفه شويه، الفتره اللي فاتت الاداء مش في الاحسن حاجه للنادي الاهلي، فممكن النهارده بيفكر في حاجه تانية، بيفكر يفاجئ الناس كلها انه يبدا بحاجه مختلفه عن اللي فات، يغير شكل اللي فات شويه. وفي نفس الوقت المباراه مش مباراه بطوله، والمباراه مش مباراه النهارده لو خسرت المباراه هتروح دوري ويطلع منك، يبقى فرق بينك وبين الخصم نقط كتير، فالمباراه ممكن يكون فيها نوعا ما ريسك شويه. الريسك ده يعني جوه الملعب، مش ان هو ان انا افكر طول الوقت ان انا عايز اكسب. ما ينفعش العب زون وشيكابالا ينزل يستلم بين الخطوط ويلعب عليك يعمل عليك مشاكل،
بن شرقي نفس الشيء بيشتغل بينزل بيستلم بين الخطوط بشكل جيد، فتوح بيستلم برجليه بشكل جيد مش لازم في مساحه. فبالتالي النقطه الريسك عندي انا النهارده ان انا بدل ما العب زون لا العب ضغط عالي، اعمل ضغط عالي من البدايه افقده ثقته في نفسه، وفي نفس الوقت اعلي ثقه لعيبتي ان انا اوريدي لعيبتي خلينا نتفق ان مش في اعلى فورمه ليها، مش في اعلى فورمه نفسيه ليهم. فبالتالي الضغط البدري ممكن يركبك الجيم بدري، وممكن يخليك تخلق تعمل تربك الخصم شويه ان هو مش عارف مش قادر يحضر كويس. نشوف نقاط قوه نادي الزمالك في الكوره الطويله من محمود علاء، لو ضغطت عليه هتبقى عنده مشكله. نقاط قوه نادي الزمالك في انك فرجاني ساسي وطارق حامد بينزلوا يستلموا، واحد منهم بينزل يستلم ولو انا ضغطت عليهم برده يبقى انا فقدت الزمالك جزء كبير جدا من خطورته. والجزء الثالث المركب اللي هو شيكابالا وبن شرقي، دول دورهم بيجي بعد دور فرجاني ساسي وطارق حامد، ان الناس دي هي اللي بتوصل لهم الكوره، هم اللي بيعرفوا يلعبوا بين الخطوط بشكل جيد. فلو دي اتقفلت من البدايه انا شايف ان لازم ناخد الريسك في البدايه من دي، منك انك تلعب ضاغط في الحته دي، انك تفقده الحته دي. الناس كلها بتتكلم نادي الزمالك، نادي الزمالك لا اسيب له الكوره والعب في دار. لا انا شايف النهارده اضغط على نادي الزمالك، لان انت كمان عندك ناس، عندك لعيبه في كم سرعات كويس، عندهم تحول هجومي كويس. فانا شايف ان الريسك ان مستر موسيماني ياخد الريسك لانه يمحي الفتره اللي فاتت شويه، فتره شويه احنا اقل، يعني اقل فتراتنا مع موسيماني، فشايف ان دي ممكن تبقى بدايه ليه انه ياخد خطوه ثانيه، يروح لمنطقه ثانيه يغير وجهه نظر الناس في 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 في, في, في اداء الاهلي الفتره اللي فاتت باذن الله. بس في نقطه كده عايز اقولها كمان تعقيبا على الكلام مع عادل، ان هو اصلا كارتيرون هو من الفرق اللي بتسيب لك مساحه تستحوذ، من المدربين اللي بيسيب لك مساحه، من المدربين بتسيب لك مساحه بيلعب هو على المساحات والسرعه، يعني كل المباريات الكبيره اللي كسبها عادل كلها بيسيب مساحه، هو ده اسلوب لعبه. مظبوط، بيسيب الفرقه تشتغل ويشتغل حتى مباريات المولوديه هناك، صحيح سايب المساحه في نص ملعب اللي هم يشتغلوا فيها كويس قوي، وبيشتغل على الهجمات المرتده السريعه. مباراه برده الاهلي اللي كسبها بركلات الجزاء هناك في السوبر برده ادى مساحه لان كنا احنا مستحوذين بشكل كويس قوي، وكان بيدي مساحه ان هو يشتغل. بس دي حاجه بلال هو متحكم فيها، حتى مباراه الترجي اللي كسبها 3-1 دي حاجه عادل هناك برده سايب للترجي المساحه والشغل ان هم يشتغلوا، دي حاجه هو متحكم فيها لان هو بيرجع نص ملعب، هو انت ما تقدرش تتحكم اذا كان هو يلعب عالي او يلعب نص زون. دي طريقه لعبه، حتى لما كان مع مازيمبي نفس المباراه اسلوب اللعب، بيدي الخصم يستحوذ بشكل كويس او يسيبه يديله كل الحريه ويشتغل هو ورا الباكين في كل المباريات اللي بيلعبها. فهي القلق بس والخوف انك النهارده تستحوذ ويبقى في مساحات ورا لان هو عنده الاثنين اللي قدام سرعه، الاثنين اللي اعترف بسرعه وبيشتغلوا كويس وعندهم مهارات. فالفكره كلها انك لما تمتلك المساحه في نص ملعب انك تستحوذ وتباص، ما يبقاش عندك مساحات ورا الباكين بتوعك. صحيح. طيب هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نشوف مع كابتننا الكبار ازاي هيبتدي النادي الاهلي النهارده وازاي هيبتدي نادي الزمالك النهارده. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، مواجهه بين موسيماني وكارتيرون، شايف المواجهه ازاي في ضوء التشكيلات بتاعه الفرقتين وطرق اللعب؟ تفتكر مستر موسيماني هيبدا الماتش ازاي؟ هل هيبدا ضاغط زي ما بيقول كابتن عادل، ولا هيبدا بتحفظ شويه في نص ملعبه؟ لا، مش هيغير طريقته، دايما بيبدا ضاغط، دايما بيحب عنده هو المبادره، هيضغط بطاهر، يبدا بحسين الشحات، محمد شريف، لان الزمالك مش من نوعيه الفريق اللي بيلعب كوره طويله. هو دايما عنده بيحاول يستحوذ، والاستحواذ عنده دايما الاساس فيه كله فرجاني ساسي. كويس. يعني كل الاستحواذ ده اللي بيعمل الفرق فرجاني ساسي، بعد كده اشرف، بعد كده شيكابالا. لكن اشرف بيعمل كمان حاجه يمكن جديده عليه وهي حاجه مقلقه، لان هو لعيب كوره كويس على فكره. بيحاول بينزل نص الملعب بيستلم، هو بيستلم بيزود، يعني هو دايما دلوقتي اما فرجاني هو اللي بيستلم لو حصل عليه ضغط، اشرف بيقوم بالمهمه دي. والاثنين عندهم مهاره التسليم والاستلام عاليه جدا، بيعرفوا بيمسكوا الكره كويس قوي. يمكن اشرف كمان تفوق على فرجاني ان هو بي عنده الدريبل كويس قوي وسريع، يعني اشرف مقلق، يعني فرجاني دايما مقلق لما بقى عنده الكره ويسيب له مساحه ووقت وزمن يقدر يلعب التمريره المؤثره، وهو بيعملها طبعا بامتياز. صحيح. ولو قل دي عند نادي الزمالك هيخسر مثلا 50% من حالته الهجوميه. الجزء الثاني اشرف، بعدين بيجي شيكابالا، هم دول دول اللي على الاطراف بيعملوا قلق كويس جدا. انا كموسيماني دي نقاط قوه في نادي الزمالك، هو هيتعامل معاها ازاي؟ هيلعب على دي ايمن، هو هيعمل ضغط قوي جدا على فريق نادي الزمالك من قدام، مش هيستنى. كويس لان الزمالك مش هيلعب كور طويله، الزمالك بيستحوذ، يبقى انت ضاغط عليه الى ان يحصل تغيير من كارتيرون. لو حصل في حاجه واحده بس، ان الكره ما بتتقطع بتبقى خطوره اكبر على الزمالك، عشان كده دايما هو الضغط هيبقى على فرجاني وطارق، لان مفيش حد بيستلم في التلت الزمالك غير الاثنين دول بس. نادرا لما بينزل بعد كده شيكابالا، لكن
اقرب واحد بعد ثلاثة اشرف هو اللي برضه بيحاول يستلم ومعاه اوباما. ولكن فرجاني لعيب كره عالي طبعا، مين اللي هيقابله من نص ملعب الاهلي؟ ما هو بص يا ايمن، انت مش مين اللي هيقابله من نص ملعب الاهلي. انت هتشوف، انت هتبدا الاول ضغط عليك، مين هيضغط الاول؟ هيبقى الضغط من قدام، من طاهر، من حسين، محمد شريف، بعدهم على طول محمد مجدي. وغالبا محمد مجدي لو انا بفكر كده هخليه يروح على فرجاني، هو اللي يروح على فرجاني، هو اللي يروح، ان فرجاني هو اقرب واحد بيستلم، خلي مجدي مع فرجاني. قالوا ديونج هيبقى موجود مع طارق، او ممكن لو عايز تعكس، لو عايز تخلي، اصل انت بتلعب شمال، انت بتلعب ادام انت ضاغط، يبقى الفرقه كلها ضغطه، ضغطه واحده كلها. كويس. لكن مش هتسيب حد، مش هتسيب مساحات. هي. لكن هي الخطوره في حاجه واحده بس، لو انت بتضغط الضغطه دي، اشرف نزل في نص الملعب او شيكابالا، طبيعي جدا لازم انزل معاه واحد. لو انت قررت انك تعمل الضغط، تعمل ضغط عالي قوي، ما تسيبش المساحات اللي الزمالك بيدور عليها، كان بيتكلم عليها بلال وكلم عليها عادل. ميزه الزمالك لما بيلاقي مساحات، لان يعني لازم نتكلم كوره، نتكلم الزمالك عنده لعيبه كوره كويسه، صح. ما ينفعش يسيب مساحه ووقت لعيبه الزمالك هتتعب. هتبقى يعني هتتعب في انك انت تجاريهم في الحته دي، صح. انت مستك في حاجه حلوه قوي بتعرف تعملها، بتعمل ضغط كويس قوي، وتستغل الوقفه الغلط اللي عليها لعيبه نادي الزمالك. والكوره دي بتتكرر كتير جدا، بس هو الذكاء ايمن لما تقطع لازم يبقى الباص او التمريره مؤثره جدا. مزبوط. هي دي الصح، وده مهمه مسؤوليه مين؟ محمد مجدي. أنا لسه بقول لك محمد مجدي. دي مسؤوليه محمد مجدي. تقطع، يبقى لازم تقطع تروح على المكان اللي الكوره ضربت فيه. من الوقفه الدفاعيه طبيعي لاي فريق بيحاول يبني هجمه ما بتبقاش مظبوطه. كويس. ان هو هو عايز يهاجمك، فماشي هيطلع حازم، هيطلع فتوح وكده، انت بتقفل كويس قوي خصوصا على الاثنين دول. بعدين تعمل ضغط. عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول انت، هو بيبني هجمه. كويس. انت قطعت الكوره في نص ملعبك وهتبتدي تبني هجمه، يعني مثلا قطعتها من السوليه وديان. كويس. السوليه وديان الماتشات اللي فاتت شفنا حاجات غريبه على النادي الاهلي. كويس. لعب الكرات الطوليه ما اعتقدش النهارده وبتتقطع وبترجع لنا تاني. انت قلت حاجه غريبه على النادي الاهلي، ما اعتقدش هيحصل كده النهارده. المباراه عايز دايما الكوره معاك، دايما الكوره على الارض، دايما الكوره مع واحد. الكوره الطويله تلعب في حاله واحده بس يا ايمن، لو هجمه مرتده او وقفه غلط، قطعت ووقفه غلط، الكوره الطويله تعملها، وغالبا لمحمد شريف، لان اكتر واحد عنده سرعه في الاربعه اللي قدام فيهم محمد مجدي ومحمد شريف، خطوته سريعه جدا. مزبوط. جدا تستغله في المساحات دي. صحيح. ودايما المساحات اللي هي بين محمود علاء والونش وحازم امام وفتوح، دي دايما التغطيه فيها وحشه جدا. صح. جدا. واكيد مستر موسيماني هيلعب على الموضوع ده. قلب الدفاع في نادي الزمالك سهل بيتضرب، خصوصا لو حد جاي بيجري من بين الاثنين، من بين المساك والظهير، اذا كان هنا ولا هنا. أي. بس هي دايما عايزه مين اللي يشوف. أي. لازم محمد مجدي، اذا كان عمرو بيعمل الكره دي كويسه، لكن لازم الكره الطويله تعمل لايمن، تبقى كره مؤثره انت ضامنها 80%. 80% دي اتلعبت صح، محمد شريف جري على المساحه الفاضيه او طاهر، هتبقى مؤثره. لكن مش طويله وهلعب على كره تانية والتحامات، لا هتتعب. لان محمود علاء ومحمود الونش مميزين في دي، هم بيحبوا لو كره جايه مواجهه بيطلعوا لعبها بدماغه كويس جدا. صح. وهتخش بقى في التحامات واحد ضد واحد وعايز تبدا الكره الثانيه. لكن انا بقول ابن على الزمالك ان هو حته الاستحواذ يعملها. وهو اساسا لما تيجي تتكلم على الزمالك اكيد هو مش هيقابلك نفس الكلام هيعمله موسيماني. طيب كابتن اسامه، الكابتن علاء قال لك ان مستر موسيماني هيضغط لعيبه نادي الزمالك من قدام. طب نادي الزمالك يلعب ازاي واحنا عارفين نقاط القوه في نادي الزمالك؟ عندهم اكتر من نقطه، يعني عندهم شيكابالا، عندهم فرجاني، عندهم بن شرقي، عندهم اوباما. ازاي يقدر يوقفهم مستر موسيماني من بدايه الشوط الاول؟ هل بالضغط ولا هيسيب لهم مساحات وييجوا هم علينا في نص ملعبنا وبعدين يبتدي يضغط من نص ملعبنا احنا؟ وعندنا مشكله حته شيكابالا من نوعيه اللعيبه المهاريه واللي بتاخد الكوره وتخش على جوه وتشوط، ويمكن كان جاب فينا جول في الشناوي ماتش 2-1 بنفس الاسلوب. طيب انا عايز اتعامل مع شيكابالا، انا كلاعب هو بيلعب بالناحيه العكسيه، بياخد الكوره ويخش على جوه، يخش على جوه ويشوط. طب اتعامل معاه ازاي لما يجي يخش على جوه؟ هل افتح له بره ويطلع على بره، ولا ازنقه ازاي ان هو على الخط وبعدين لما يخش جوه احط رجلي واستلم منه واخد منه الكوره واقطع منه كوره وابتدي هجمه؟ يعني طبعا في اكتر من نقطه. الاول نادي الزمالك زي ما اتفقنا الكارتيرون من المدربين اللي ما بيحبش يضغط من قدام قوي. كويس. بيسيب مساحه الفرقه اللي قدامه
مهما كان، حتى في فرق اقل منه بيعمل معاه كده، بيديهم الاستحواذ. ف ممكن هتلاقيه بيلعب مش هقول نص ملعب بالظبط، بس ممكن يكون على الدايره، ممكن تحت الدايره. وتملي بيحب يدخل الفرقه الاخرى في ملعبه وبعدين يلعب على مساحات كويس. وهما الميزه اللي انت قلتها، هم عندهم نص ملعبهم عندهم امكانيات في النواحي المهاريه كويسه، سواء شيكابالا، سواء ساسي، سواء اوباما، فرجاني، بيعرفوا يستلموا ويسلموا كويس، وعارف يلعبوا في المساحات وعندهم ثقه. وشيكابالا مميز في الموضوع ده. وماتشات الاهلي والزمالك من الماتشات اللي الواحد لعب فيها كتير، كل ما يكون عندك ثقه وكل ما انت بتقف على كورتك وكل ما انت بتعرف ترقص وكل ما انت بتعرف، دي بتدي ثقه لنفسك ولاعبتك وتقلق الفرقه الاخرى. فزي ما علاء قال انه الطبيعي احنا من اول اسلحتنا لازم الضغط يبقى شديد جدا جدا جدا، لان لعيبه الزمالك ما بيحبوش تضغط عليهم ضغط عنيف، مش طبيعتهم. يعني فرجاني يزهق من الحاجات دي، شيكابالا بيزهق من الحاجات دي، اشرف بن شرقي بيزهق من الحاجات دي. ما بيحبوش اللعب اللي فيه ضغط شديد قوي والتحامات وعنف، هم بيبقوا افضل كل ما الامور تبقى مريحه معاهم، مفيش ضغط، في مساحات. ولذلك الخماسي بتاع نص ملعب النادي الاهلي اللي هو عمرو السولية وديانج والشحات ومجدي قفشه وطاهر، انا قلت الاول طاهر وحسين شحات هيبقى ليهم دور كبير في المسانده مع ايمن اشرف وبيكام، سواء هجوم او دفاع، لكن انا بتكلم بقى على الخمسه مع بعض وسط الملعب. لازم الضغط يبقى عنيف جدا جدا. كويس. واحد زي فرجاني بيبقى سهل جدا تستثيره، يعني من اللعيبه اللي بيستثار بسرعه. يعني لو لقى واحد زي ديانج بيلعب عليه بقوه وبيضغط وبيقطع كويس، مش بنقول عنف، لكن يفقد تركيزه، بيفقدوا تركيزه، يعني بيتوتر، يعني مش من الناس اللي هو عايز تبقى الامور مريحه معاه، يعني في مساحات سهله قدامه يتحرك فيها، يلعب فيها، يستلم ويسلم، يعني عايز هدوء، بيلعب برتم فيه هدوء زياده عن يعني فوق الزياده كمان، يعني فاهم، من الناس اللي هي بتلعب بهدوء يصل الى البطء احيانا. فدي نقطة مهمة جدا، كذلك من عمرو سولية، كذلك مجدي قفشة. فهي دي النقطة اللي هيبقى فيها صراع كبير جدا، الخماسي بتاع وسط ملعب النادي الأهلي ازاي يبقوا بيضغطوا جامد جدا على فرجاني، على يوسف أوباما، على شيكابالا، على بن شرقي. لأن هم كمان زي ما احنا أحيانا بنعمل، هم عندهم دي، شيكابالا وبن شرقي بتلاقيهم بيخشوا لعمق الملعب وعايزين يستلموا ويلعبوا، هم بيحبوا يلعبوا اللعب القصير والوانتوهات والحاجات دي، يعني هم بيحبوا يستلموا من تحت، شيكابالا وبن شرقي. عندهم بقى نقطة أخيرة عشان أسيب بلال وعادل، موضوع الارتداد لما في الهجمة بتاعتهم. هي دي اللي احنا لازم نستغلها كمان. هم عندهم شيكابالا ارتداده بيبقى ضعيف في مساندة الباك، أشرف بن شرقي ارتداده ضعيف في مساندة الباك الظهير يعني بتاعه، اوباما بيعملها احيانا، بيعملها كويس لكن احيانا لا، نفس الشيء فرجاني. فبتلاقي طارق حامد بيغطي مساحات كبيره جدا في وسط الملعب، فدي عايزه سرعه كبيره في نقل الكوره، لما عمرو سولية يقطع او ديانج او مجدي قفشه ازاي عشان يستغلوا شريف في السرعات بتاعته. صحيح. واعتقد لازم نستغل برضو الاطراف بتاعت نادي الزمالك، لان فتوح وحازم اسلوب لعبهم الهجومي بطبيعه الحال بيسيب مساحات وراهم كتير جدا، والارتداد يمكن عند حازم ضعيف شويه. حازم وفتوح الاثنين، الاهداف اللي جت في نادي الزمالك، انا تابعت شفت مرات الترجي بتاعتهم، الاهداف اللي جت كرات اتلعبت من ورا الاثنين الباكين واتلعبت عرضيه، والترجي سجل هدف الاول ويمكن الهدف الثالث كمان اتسجل بنفس الطريقه. الزمالك عنده مشكله فعلا، زمالك كباتن على اطراف الملعب. صحيح. لما بيهاجم نادي الزمالك الارتداد اولا بطيء جدا، رقم واحد. رقم اتنين، هم امكانياتهم الدفاعيه قليله. خد بالك، الاهم من التنظيم الدفاعي قدره وامكانيات اللعيبه المدافعين. صح. يعني انا ممكن ابقى منظم دفاعي لكن قدرات وامكانيات اللعيبه المدافعين بالنسبه لي دي هي الحاسم في الامر. لو ما عنديش لاعب عنده قوه وعنده تركيز وعنده سرعه
تمام، وبيقف كويس، وهو لعيب ذكي دفاعيا، بيقدر يقف بشكل كويس جدا، ويقدر يتمركز بشكل كويس، ويقدر يقطع بشكل كويس، ويتوقع بشكل كويس جدا. دي الميزات والحاجات الاساسيه المفترض تبقى في المدافع. لو ما كانش الكلام ده موجود حتى في وجود تنظيم دفاعي، اعتقد الامور هتبقى صعبه على الفرق. عشان كده نادي الزمالك مع الفرق الكبيره بيعاني في الحته دي يا كابتن. مهم من النادي الاهلي النهارده لما يمتلك الاستحواذ انه يسجل. الزمالك بيتغلب لما بتبقى بتستحوذ، لما بيسيبك يديك مساحه تستحوذ وبتقدر تسجل اهداف في الحته دي. هو المعنويات بطبيعه الحال بتقل، بيفتح لك المساحات بتاعته، بيبقى عندك فرص اكتر للتسجيل زي ما حصل في مباراه الترجي هنا. ودي كانت مباراه ممكن، وحصل برده في مباراه الترجي هناك لما ساب لك مساحه ابتدت المساحات تبان. اللعيبه المهاريه ممكن عندنا حسين الشحات، عندنا طاهر زي ما قال الكابتن علاء، اتكلم على محمد شريف والسرعات اللي موجوده اللي ممكن تبقى موجوده في الهجمات المرتده. انا كل اللي بتمناه من لعيبه النادي الاهلي ان احنا نحسن استغلال الهجمات المرتده. لو احسننا استغلال الهجمات المرتده اعتقد النادي الاهلي ممكن يسجل النهارده بشكل كويس قوي باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، بدايات المباراه مهمه جدا خصوصا مواجهات الاهلي والزمالك، شايف السيناريو يمشي ازاي في الشوط الاولاني؟ لا، انا شايف ان الاهلي لازم يلعب ضاغط من البدايه، لازم يحرم الزمالك من نقاط القوه اللي عنده، اللي اتكلمنا فيها واللي الكباتن كلهم اتكلموا فيها، بدايه من التحضير من عند محمود علاء، ومرورا بساسي وبطارق حامد. برده مش عايزين نغفل دور طارق حامد، ان طارق حامد برده من اللعيبه اللي الباصات البينيه بتاعتهم اتطورت جدا. الاول كان طارق حامد بيقطع بس، لكن مؤخرا في اخر سنتين ثلاثه لا، طارق حامد بقى يعرف يعمل باصات بينيه بشكل جيد، بقى يعمل باصات طوليه بشكل جيد. فمش عايزين يبقى في وقت على الكوره بالنسبه لطارق حامد وفرجاني ساسي. انا شايف ان من البدايه لازم يكون في ضغط. بعد الضغط لازم اشتغل على طول، اطلع الكره تطلع الاطراف على طول، لان انت لو الكره كمان اتقطعت منك في قلب الملعب، لما يكون الكره تقطع في الاماكن اللي فيها لعيب الكره بتتصرف بشكل جيد، بيبقى عندك خطوره. الحاجات اللي هم بيلعبوا عليها، اللي نادي الزمالك بيلعب عليها، اللي في ظهر الديفنس، لو الكره اتقطعت عن طارق حامد او عند فرجاني، او فرجاني بالاخص، فرجاني بيعرف يتصرف كويس، وبيعرف يحط الكره في ظهر الديفنس بشكل كويس. فبالتالي ان احنا لازم النادي الاهلي على طول، وده ديانج واستوليه اللي حضرتك اتكلمت، النقطه اللي اتكلمت فيها، الحاجات الطوليه ما تبقاش كلها في العمق، الحاجات الطوليه لازم تبقى في جزء منها ما بين الباك والمساك، ما بين الباك والمساك. ولو مش هتبقى كده تطلع على الاطراف، لان شيكابالا النهارده ممكن تستغل شيكابالا، ان شيكابالا نسبه رجوعه 70%، مش ما بيرجعش، 30% دفاعيه، ولما بيرجع ما عندوش احساس المكان وما يدافعش بالشكل الجيد انه يقدر يدافع على الاطراف بشكل كويس. بن شرقي نفس الشيء، ممكن يكون عنده شويه يعني بحكم معدل السن بينه وبين شيكابالا ان هو عنده مجهود اكتر، صحيح. ولكن برده لما تحرك، بيوصل للاماكن اماكن الاطراف ما بيدافعش باحسن حاجه. فالنهارده انا شايف ان ايمن اشرف وبيكهام لو خرجوا من اماكنهم بشكل جيد وعرفوا يستغلوا الاثنين ضد واحد في معظم الفرص، هنعمل خطوره كبيره على فرقتنا باذن الله رب العالمين. طيب تعالوا بينا سريعا قبل بدايه المباراه نروح لزمايلنا الاعزاء في اهلي الجزيره، سالا حامد وفاروق صلاح من اهلي مدينه نصر، ومريم سميح من الشيخ زايد. سالا، برحب بيك، قول لنا الاجواء اللي هناك عندك. مساء الخير يا كابتن ايمن، طبعا برحب بيك في البدايه، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن انا دلوقتي معاك يا كابتن ايمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان انقل لكم كل الامور والاجواء هنا قبل بدايه وانطلاق مباراه اللي يوم مباراه طبعا الاهلي والزمالك، مباراه القمه، واللي ان شاء الله النهارده يعني هتقام على استاد القاهره في تمام الساعه 9:30 مساء. يمكن خليني اقول لك يا كابتن ايمن، زي ما انت شايف الاجواء ورايا، بدا يتوافد اعضاء النادي الاهلي بشكل كبير على مقر النادي الاهلي. يمكن في الاول كان في عدد قليل من اعضاء النادي الاهلي طبعا، عشان يعني الاعضاء بيبتدوا يجوا بعد موعد الافطار لمقر النادي، ولكن الحمد لله دلوقتي في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن كمان خليني اقول لك انه الاداره التنفيذيه واداره الخدمات طبعا تحت اشراف الاستاذ محمد الالفي المشرف على الخدمات هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وعلى المنافذ، وكمان الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي، كلهم كانوا متواجدين هنا قبل وجود اعضاء النادي الاهلي عشان طبعا يشرفوا على الاستعدادات والتجهيزات كلها قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم. يمكن كانوا حريصين جدا على ان هم ينظموا الكراسي والاماكن لاعضاء النادي الاهلي مع وجود تباعد اجتماعي، ويعني مسافه بين كل كرسي وكرسي، عشان يعني طبعا يحافظوا على سلامه كل اعضاء النادي الاهلي، انه ما حدش طبعا يصاب باي شيء، باي مكروه ولا بفيروس طبعا كورونا. ان شاء الله تعدي على خير يا سلا، وكل التوفيق للنادي الاهلي. ومن سلا نروح لفاروق صلاح لمدينه نصر. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل ضيوفك الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان.
من هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر خلاص قبل لحظات قليله ودقائق من انطلاق القمه، مباراه المؤجله من الاسبوع الرابع ما بين الاهلي والزمالك. خليني اقول لك ان الاداره التنفيذيه هنا في النادي الاهلي خصصت اربع اماكن لمشاهده اللقاء، الحديقه الرئيسيه والشاشه الرئيسيه وايضا منطقه الفوت كورت اللي فيها الشاشه من الشاشات الكبيره الموجوده، وايضا منطقه الالعاب الترفيهيه والمبنى الاداري. اجماع من الاعضاء هنا على الثقه في لاعبي النادي الاهلي. عندنا غيابات، الجميع بيقول طبعا غيابات مؤثره، غياب محمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر وافريقيا، غياب علي معلول وغياب ياسر ابراهيم، ولكن الجميع اجمع على الثقه، حاله من الثقه بالنسبه للاعضاء مع اعلان تشكيل النادي الاهلي. الجميع بيثق في اللاعبين، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام باذن الله. شكرا فاروق. ومن فاروق لمريم سميح في الشيخ زايد. مساء الخير يا مريم، يا ترى ايه الاجواء عندك؟ برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن يعني قبل بدايه صفيره اللقاء يعني بدقيقتين بالظبط عايزه انقل لحضرتك سريعا الاجواء هنا بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. يمكن على الرغم من ظروف كتيره جدا الا ان جمهور النادي الاهلي قرر ان هو يسنده في يعني بعد غياب اكتر من 7 سنوات في مباراه القمه في رمضان، قرروا ان هم يستعيدوا ذكرياتهم هنا من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة كمان اللي ممكن بتوصل حاليا واحنا بنتكلم ل 39 او 40 درجة، الا ان هم اصروا ان هم يساندوا طبعا يعني ناديهم. كمان عايز اقول لك يا كابتن ايمن ان هم بيتكلموا على الرغم ان في يعني تشكيل كامل من الاصابات، ولكن هم شايفين ان ده يمكن رهان بظهور نجم جديد في صفوف النادي الاهلي، وشايفين ان دايما طبعا النادي الاهلي بمن حضر، شايفين كمان ان ما فيش اي قلق وكمان واثقين في الفوز يعني بشكل كبير، وطبعا يعني رافعين شعار على الحلوه والمره معاه. عايز اقول لك كمان يا كابتن ايمن ان كل الناس يعني متحمسين جدا، الجمهور شايف ان الرهان الاكبر على الاستعداد البدني والاستعداد النفسي للاعبي النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه هم قرروا على الرغم من كل الظروف المحيطه هم ان يستعيدوا ذكرياتهم، وكمان يعني بالنسبه لهم بعد غياب عدد سنين كتيره ان هم يتفرجوا على يعني ديربي الاهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك. شكرا جدا. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء سالا حامد، فاروق صلاح، مريم سميح، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.